صباح الخير. صباح الخير. كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. أهلا وسهلا بكم. أنتم الآن أصبحتم كبارا في الصف الرابع. الآن سنقوم بمراجعة سريعة لما أخذناه منذ بداية العام الدراسي. سوف نبدأ. إنها بطاقة مراجعة للصف الرابع قواعد. سوف أنتقل إلى صفحة جديدة وسوف أطلب منكم أن تساعدوني في قراءتها. إذن سوف أختار من يساعدني في قراءة السؤال. اقرأ يا ريتا بصوت مرتفع لكي أسمع. أضع الكلمة التالية في جملة مفيدة. أضع الكلمة التالية في جملة مفيدة. اقرأ الكلمة الأولى يا إسماعيل. كتب. ألف عليها جملة تامة. كتب الولد على الدفتر. أحسنت، كتب الولد على الدفتر، هذا جيد. إذن سوف ننتقل إلى الكلمة الثانية. سوف أختار هذه، تفضل يا هذه. حمل. نعم. الرجل حمل الغاز. إنها جملة جيدة. حمل الرجل الغاز، إنها جيدة، أحسنت. سليم. درس. هذا الطفل درس دروسه. هذا الطفل درس دروسه، ولكن نستطيع أيضا أن نؤلف عليه جملة أبسط. زهراء ما رأيك؟ الأم درست ابنها. الأم درست ابنها، أو درس الولد درسه. ما رأيك يا يارا؟ أحسنت، إنها جميلة. كافة الإجابات جيدة، ولكن هناك جملا عندما نسمعها يكون لديها رنين أجمل. شكرا لك. تفضل يا علي، الكلمة الأخيرة. نعم الولد في السرير. أحسنت، إذا ممتاز. سوف ننتقل أيضا إلى صفحة جديدة لكي نرى ماذا يوجد في داخلها. أنتم جاهزون؟ يلا سوف نبدأ بالقراءة مع زهراء. تفضلي يا زهراء. أرتب الكلمات لأحصل على جملة مفيدة. إذن علينا أن نرتب الكلمات الموجودة أمامنا. هناك كلمات مبعثرة. إذن سوف أطلب من ألما. تفضلي يا ألما. ممتاز، إذن هذه جملة مبعثرة، رتبيها كي تعطينا معنى جميلا. نعم الولد في سرير. أحسنتِ، ممتازة. أحسنتِ يا ألما، إذن سوف ننتقل جميعاً أيضاً إلى صفحة أخرى. 2، 3. اقرأي يا تيا. أحسنتِ، أحول من المؤنث إلى المذكر. أمجد، تفضل بالقراءة. درس الولد. ما رأيك؟ هي مؤنث أو مذكر؟ إذا حولها إلى المؤنث. درست الفتاة دروسها. أحسنت، درست الفتاة درسها أو الدرس. نعم، إذا سوف أنتقل إلى جملة أخرى. فاطمة. حملت البنت. إذا هذه مؤنث أو مذكر؟ مؤنث. حوليها إلى مذكر. إذن عندما نقول للفتاة كتابها، إذن حملت البنت كتابها، كيف تصبح يا فاطمة؟ حملت كتابه. شكرا لك. أروى، اقرأي العبارة الأخيرة. هذا كلب صغير. إذن هذه مذكرة أو مؤنث؟ مذكرة. حوليها إلى المؤنث. أحسنتِ، شكرا لك. ممتاز، الآن أحبتي سوف ننتقل إلى صفحة أخرى. اقرأي يا سرين. أكتب مكان الطيارة اسم الإشارة للناس. من يذكرني؟ ما هي أسماء الإشارة يا هادي؟ ذكرني، ما هي أسماء الإشارة؟ نعم، تفضل يا فاطمة. هو كلا، أسماء الإشارة إما هذا أو هذا. سوف نبدأ. سوف نقرأ الكلمات لكي نرى ماذا علينا أن نضع في المكان المناسب. ألما، اقرأ الكلمة الأولى. خزانة.
ماذا نضع، هذا أو هذا؟ هذا. ممتاز. تفضلي. تفضلي يا سيلين. قلم. قلم. هذا قلم. أحسنتي. تفضلي يا علي. ماذا نقول، هذا أو هذا؟ هذا. نعم هذا. هذا. إذن تفضلي يا سابين. ماذا نقول؟ هذا. ممتاز. إذن بقي لدينا رضا. مصفرس. زهرة. نمر. ماذا نقول إذن؟ ممتاز. إذن انتهى درسنا اليوم، كانت مراجعة لما أخذناه منذ بداية العام الدراسي، وهو كان مميزا اليوم. شكرا لكم والله يعطيكم العافية.